صباح الخير السيدات والسادة مشاهدي المصري اليوم. يعني مش محتاج تقديم للموضوع اللي انا هتكلم فيه، لان الناس يعني متأكد انها كلها متوقعة، وهو ارتفاع او قيام الحكومة اليوم برفع سعر البنزين بمستوياته المختلفة والسولار بمتوسط كده اقل قليلا من 15%، ودي برضو زيادة مش قليلة. اول حاجة احب الفت النظر اليها انه ما اظنش ان حد فينا يعني اتفاجئ بهذا الامر. فالسيد رئيس الوزراء يعني كرر الإعلان مؤخرا وبما في ذلك حتى أمس أنه من المهم لمصر أنها ترفع أسعار الطاقة، وهتعمل ده لحد سنة ديسمبر 25 عشان تصل لسعر متوازن، لأنه في اعتقاده أن ده بيحقق المصلحة العامة وبيقلل عجز الموازنة ويخلينا مش مضطرين نعمل تخفيف أحمال وقطع كهرباء والكلام ده. فدي خطوة تحسب للحكومة أنه محدش يتفاجئ، وان وضوح السياسات العامه يعني موضوع مهم جدا عشان الحكومه تكسب ثقه الناس. النقطه الثانيه من الملاحظات الشخصيه انه الاجره بتاع معظم العربيات الميكروباص لم تزد، ودي فيها قولان، حاجه من اثنين، اما انه في تنبيهات حكوميه للناس انها ما ترفعش الاجره على الاقل في اول يوم يتم فيه ذلك، وبرضه انا اعتبر ان دي سياسه حكيمه الحقيقه عشان ما ناخدش صدمتين في وقت واحد، يعني صدمه الاعلان عن الخبر وصدمه تنفيذه بقى في الأجرة، لكن ده أمر جيد. وبالمناسبة بما أني من ركاب الميكروباص، المجتمع بيتوافق ساعات على أنواع من الحلول الجيدة، يعني مثلا كتير جدا من عربيات الميكروباص بتقلل المسافات شوية عشان تحافظ على نفس السعر عشان الجمهور ما يغضبش ويسوق وكذا، وده بيبقى على حساب عدد بسيط من الناس، لكن الأغلبية بتستفيد من ثبات الأسعار. ثالث نقطة برضو أحب أقولها إنه كان يتعين على السادة في جهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم إنهم زي ما كان سيادة اللواء أبو بكر الجندي بيعمل، وبرضو هم عملوا مرة قبل كده، يعلن بعد يعني ساعتين ثلاثة على الأكثر من صدور قرار رفع أسعار السولار والبنزين، بإنه انعكاس هذا الرفع على تكلفة المواصلات، ويبقى يحدد من وجهة نظري يقول الأجرة كذا للمسافة الكاملة كذا وللمسافه الكامله تبقى كذا. فانا بقول لحضراتكم، طبعا الناس تقول الصندوق والحكومه تقول تحلف بقى انه لا والله مش الصندوق، دي سياستنا الوطنيه، لكن انا بعتقد انه لازم نكون امنا. طبعا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي له متطلبات في سعر الفايده وفي سعر الصرف واسعار الطاقه وفي الدعم بشكل عام وفي الحمايه الاجتماعيه وقضايا اخرى يعني وعجز الموازنه وكده. عايز اقول انه الاتفاق مع صندوق احد اسباب القيام بهذا العمل في الوقت ده وبالطريقه دي، لكن من ناحيه المبدا لا مانع ان الحكومه يبقى عندها اسباب تعلنها للمجتمع لانه رفع الطاقه ده هيحقق منفعه عامه. وظن الناس في مصر، الجمهور الاغلبيه الكبيره جدا من الناس بتتجاوب لما تكون الحكومه صادقه وشفافه يعني. فعايز اقول انه من الافضل لنا بعيد بقى عن صندوق او لا صندوق ان احنا يبقى عندنا سياسه معلنه، مش مساله هنرفع كذا بكره، لا، سياسه لاسعار الطاقه تخلي اقتصادنا تنافسي، تاثيرها على الانتاج يبقى جيد، تاثيرها على التصدير يبقى جيد، تاثيرها على المستهلكين بفئاتهم المختلفه يبقى في نوع من التوازن ما يجيش على محدود القدره ومحدود الدخل، وايضا تاثيرها على المشاريع الصغيره والمتناهيه الصغر يبقى تاثير جيد ولها نوع من الميزات التفضيليه. وفي نفس الوقت بقى في قضايا اخرى تخص الطاقه في ذاتها، توليفه الطاقه والمتجدده وغير المتجدده. السياسه دي مهم جدا انها تبقى واضحه ومعلنه، وبالتالي ان الجمهور هيتقبل. وبرضو احب اقول في موضوع الاسعار يعني البنزين والسولار، السولار محرك قوي جدا للتضخم في اي بلد مش عندنا احنا بس، واحنا المفروض السياسه بتاع البنك المركزي المصري بتقول ان احنا بنستهدف التضخم، يعني بنعمل على الحد من التضخم بادوات مختلفه، اهمها طبعا زي ما احنا عارفين محاوله سحب اكبر كميه من السيوله من خلال اشكال معينه من الودائع. فلازم برضو البنك المركزي والحكومه ينسقوا مع بعض، لانه كده كده التضخم هيرتفع. من الناحيه الرقميه هيبان ان هو اقل عشان بنقيس على على كبير قبل كده، احنا كنا وصلنا في فتره 35%، لكن من الناحيه الفعليه الاذى اللي جاي على الناس من ارتفاعات الاسعار هيظل مستمر، وبالتالي لازم التعويض في المقابل يبقى تعويض عادل للناس اللي بتاخد التكافل وكرامه او معاشات ضمانيه او حتى اصحاب الاجور بدرجاتهم المختلفه. والنقطه الاخيره يعني عايز اقول انه الناس كلها متوقعه في الفتره اللي جايه ايضا انه الكهرباء ترتفع، وزي ما هقول على الكهرباء زي ما هقول على البترول في حاجه مهمه جدا بتربطهم هما الاثنين. لازم يكون في انضباط في التكاليف، يعني السيد رئيس الوزراء بيقول عليه ان نوصل للتوازن
التكلفه تبقى قد السعر اللي بنبيع بيه. بس يا سياده رئيس الوزراء ويا ساده يا مسؤولين عن قطاع البترول، اضمن منين التكلفه دي تكلفه عادله ونزيهه ومنضبطه؟ فاقصد دول لازم التكاليف تبقى دقيقه ومنضبطه ومثاليه، يعني زيها زي الدول اللي زينا. وبرضه في الكهرباء نفس القصه، يمكن في كميه من الهدر والسرقه في الكهرباء. الحكومه بتزعل على فكره لما بنعلن ارقامها، لكن انا متاكد انها حاجه مش قليله ومتفشيه جدا في اماكن كتير. فاذا لما تيجوا ترفعوا برضه سعر الكهرباء ولما تيجوا ترفعوا سعر البترول بعد كده، تراعوا ان احنا مش واثقين ان التكاليف في المؤسستين دول تكاليف منضبطه، ويجب ان تبذل الحكومه مزيد من الجهود لضبط هذه التكلفه عشان تكسب برضه مصداقيه الناس واستعدادهم للتضحيه عشان بلدهم، عشان نعدي هذه الظروف الصعبه. شكرا جزيلا.